بالعالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، وإنما خلقهم لأمر عظيم، خلقهم ليعبدوه ويعظموه وينقادوا لشرعه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه العبادة التي خلقوا لها قد أمرهم بها، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: وقضى ربك، يعني أمر ربك، ألا تعبدوا إلا إياه. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قد أرسل الرسل بهذا عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الحكمة، هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، هذه الغاية التي من أجلها خلق الثقلان، ليعبدوا الله ويعظموه وينقادوا لشرعه ويتبعوا رسله، لم يخلقهم سدى ولا عبثا، وليس بحاجة إليهم سبحانه، هو الغني بذاته عن كل ما سواه، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لم يخلقها باطلا بل خلقهما لحكمة عظيمة. وقد أنكر من حسب ذلك وظنه، قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني معطلا مهملا؟ كلا، لم يترك سدى بل أمر ونهي. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أنكر عليهم هذا الحسبان، وأنه سبحانه إنما خلقهم ليعبدوه، لم يخلقوا عبثا ولا سدى. وهذه العبادة يجب على المكلفين أن يتعلموها ويعرفوها، هذه عبادة التي أنت مخلوق لها يا عبد الله، عليك أن تعرفها بأدلتها حتى تعبد الله على بصيرة. أنت مأمور بأن تتعلم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال تعالى: اعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالواجب على كل مكلف أن يتعلم وأن يتفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعث لله فعلم وعلم، مثل الأرض الطيبة التي أمسكت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وأمسكت الماء فنفع الله به الناس. هؤلاء هم علماء المسلمين، حملوا العلم تفقهوا بالدين، حملوا العلم ونقلوه إلى الناس وتفقهوا فيه وأوصلوه إلى الناس، علماء الحق. هم مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وأمسكت الماء حتى شرب منه الناس وسقوا وزرعوا. وأغلب الخلق كالقيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لم ينتفعوا بما بعث الله به الرسل،
قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى: وإن تطع أكثر من يضلوك عن سبيل الله. قال عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هذه حال أكثر الخلق، أعرضوا عن دين الله وعما جاءت به الرسل وعما خلقوا له، فأشبهوا الأنعام كما قال تعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فلا يليق بالمؤمن ولا يليق بالعاقل أن يتشبه بالأنعام، بل يتفهم ويتعلم ويتفقه في الدين حتى يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، ليحذر مشابهة الأنعام من الإبل والبقر والغنم ونحوها، بل يتعلم ويتفقه في الدين ويسأل. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت مأمور بأن تتفقه في الدين وتتعلم حتى تعلم ما أوجب الله عليك وما حرم عليك، وحتى تعرف العبادة التي أنت مخلوق لها. وهذه العبادة هي الإسلام، هي دين الإسلام، هي الإيمان والهدى، هي طاعة الله ورسوله، هي البر والتقوى، هذه هي العبادة. بينها في مواضع أخرى، قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الناس اتقوا ربكم ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولكن البر من اتقى، إن الأبرار في نعيم. فعلم بهذا أن هذه العبادة التي أنت مخلوق لها هي الإسلام، هي الإيمان والهدى، هي طاعة الله ورسوله، هي البر والتقوى. وحقيقة الأمر أن العبادة هي توحيد الله والإخلاص له وأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها وأنت مأمور بها، وبعث الله بها الرسل وأنزل بها الكتب كما قال جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. قال تعالى: تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا لك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء، من الجن والإنس، من العرب والعجم، أن يتعلموا دين الله ويتفقهوا في هذه العبادة التي خلقوا لها، وهي الإسلام، وهي الإيمان والهدى، وهي توحيد الله وطاعته. عليهم أن يتفقهوا ويتعلموا من طريق القرآن العظيم والسنة المطهرة. فالقرآن هو أصل كل خير، وهو أصدق كتاب وأعظم كتاب وأشرف كتاب، فالواجب التفقه فيه والتدبر والتعلم. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال جل وعلا: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فأنت يا عبد الله مأمور بتدبر القرآن والتفقه في القرآن والتعلم حتى تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم الله عليك. وأنت أيضا مأمور باتباع السنة وتعظيمها والتفقه فيها، وهي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته أنت مأمور بها، وهي الحكمة. والله أنزل عليه كتاب الحكمة، أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الحكمة وهي السنة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. قال تعالى: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فأنت عبد الله مأمور بطاعة الله ورسوله، ولا سبيل إلى هذا إلا بالتفقه والتعلم حتى تعرف ما يجب عليك وما يحرم عليك، وما شرع الله لك وما نهاك عنه، فتعبد ربك على بصيرة. وأعظم ذلك وأساس ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة. وأول شيء دعت إليه الرسل هو توحيد الله جل وعلا، أول ما دعت الرسل إليه هو توحيد الله
أن يقول العباد لا إله إلا الله. وأول شيء دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم قومه أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يؤمنوا به ويصدقوه. فهاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة، أن تشهد أنه لا إله إلا الله صدقا من قلبك، والمعنى أنه لا معبود حق من الله، وأن تشهد أن محمد رسول الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حق، تشهد عن علم وعن يقين وعن صدق أنه رسول الله. هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة، فلا إسلام ولا إيمان ولا تقوى ولا بر إلا بهذا، إلا بهاتين الشهادتين. لا بد أن تكون عن علم ويقين وعن صدق، أما إذا قالها عن غير صدق صار منافقا كالمنافقين الذين قال فيهم سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد مصيرا. المنافق قالها بلسانه وكذبها بقلبه. فعليك أن تخالف المنافقين وأن تشهد شهادة جازمة عن علم ويقين وصدق أنه لا إله إلا الله، أنه لا معبود حق من الله، وأن محمدا هو عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق إلى الناس أجمعين، كما قال سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا تبارك الذي نزه قال عبده ليكون العالمين نذيرا. فأنت يا عبد الله مأمور أداء هاتين الشهادتين عن صدق وعن إخلاص وعن عمل بمقتضاهما من توحيد الله والإخلاص له والإيمان به وتخصيصه بالعبادة على الطريقة والمنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا بد فيه من شرطين، أحدهما الإخلاص لله، والثاني الموافقة لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عبادة لا بد فيها من هذا، من صلاة وصوم وحج وغير ذلك، عليك أن تخلصها لله، وعليك أن تكون فيها متابعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في قومه 10 سنين في مكة يدعوهم إلى هذه الكلمة، إلى توحيد الله والإيمان برسوله قبل فرض الصلاة وغيرها. يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله في هذه البلدة، يدعو قريشا وغيرهم أن يقولوا لا إله إلا الله. فأمن القليل واستكبر الأكثرون. ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس في مكة قبل الهجرة، فصلها في مكة 3 سنين ثم هاجر المدينة عليه الصلاة والسلام. وبهذا يعلم المكلف، يعلم العاقل أن هذا الدين يحتاج إلى التعلم والتفقه في الدين، وأن الدعوة لا تنفع، لا بد من علم ويقين وصدق. فدعوة الإسلام أو دعوة الإيمان أو دعوة التوحيد أو دعوة المتابعة لا تنفع إلا بصدق، إلا بعلم وعمل. فعليك أن تعلم وأن تفقه في الدين وأن تعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ويقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحقها أداء فرائض الله وترك محارم الله، هذا حق لا إله إلا الله، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، فعل كل ما أمر الله به وترك ما نهى الله به، كله من حق لا إله إلا الله. وقد بين صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام أنها 5 أركانه الظاهرة، فقال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه أركان الإسلام الظاهرة، وكل أعمال الدين داخل في الإسلام كلها تابعة لهذه الأركان، من الجهاد والأمر المعروف والنهي المنكر وترك المعاصي وغير هذا ما أمر الله به، كله داخل في الإسلام، لكن أركانه ظاهرة 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلوات 5 والزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وبين صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان
لما سأله جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان، أركان الدين الباطنة. الإيمان بالله وأنه ربك ومعبودك الحق رب العالمين الخلاق العليم، والإيمان بالملائكة وأنهم عباد الله خلقهم الله من النور فهم في طاعته لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون عليهم الصلاة والسلام، وساداتهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وجبرائيل هو السفير بين الله وبين الرسل، والكتب كتب الله منزل على الأنبياء، الله أنزل كتب على الأنبياء تؤمن بها، وأن الله أنزل كتب تدعو إلى توحيده وطاعته منها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، والقرآن أشرفها وأعظمها وهو خاتمتها، أنزلها الله على خاتم الأنبياء محمد صلى الله محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا تؤمن بالرسل كلهم، عليك أن تؤمن بأن الله أرسل الرسل إلى العباد يدعونها بتوحيد الله، يدعونها بطاعة الله ورسوله. أولهم نوح أرسله الله إلى الأرض بعدما وقع فيها الشرك، وقبله آدم عليه الصلاة والسلام أرسل ذريته يدعون إلى توحيد الله وطاعة الله، ثم لما وقع الشرك أرسل الله نوحا إلى قومه فهو أول رسول بعدما وقع الشرك إلى أهل الأرض. وهكذا هود وصالح ولوط وشعيب وموسى وهارون وعيسى وغيرهم وداود وسليمان رسل أرسلهم الله مبشرين ومنذرين، دعوتهم واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دعوتهم واحدة يدعو إلى توحيد الله وطاعة الله والنهي عن الشرك بالله وينهون عن الشرك بالله عز وجل، وتؤمن باليوم الآخر أيضا وهو البعث بعد الموت، لا بد من قيامة، لا بد من بعث بعد الموت، هذه دار الغرور ليست دار إقامة، هي دار متاع ودار غرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فبعدها الموت وبعدها الجزاء والحساب. فأنت يا عبد الله أمامك أمر عظيم، أمامك اليوم الآخر، أمامك الجزاء والحساب والجنة والنار، وأنت مخلوق في هذه الدار لتعد العدة للانتقال إلى دار النعيم، فعليك أن تعد العدة لذلك، واحذر أن تعد العدة لدار الهوان للجحيم. دار النعيم أعدها الله للمتقين، ودار الجحيم أعدها الله للكافرين، وهذه الدار هي دار العمل، هي المزرعة، والآخرة هي دار الجزاء. فاليوم الآخر يوم البعث والنشور، يبعث الناس من قبورهم ومن كل مكان، من بطون البحار ومن كل مكان، فيجمعهم الله جل وعلا كما قال تعالى يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التقابل، ويقول جل وعلا ويستنبئونك حق وقل لي وربي إنه الحق، يعني البعث بعد الموت. فيجمع الله الخلائق جنهم وإنسهم عربهم وعجمهم ذكورهم وإناثهم، يجمعهم الله في صعيد واحد ويجازهم بأعمالهم ويحاسبون، هذا يثقل ميزانه وهذا يخف ميزانه، وهذا يعطى كتابه بيمينه وهذا يعطى كتابه بشماله. فأنت عبد الله على خطر، فالواجب الإعداد لهذا اليوم، والإعداد هو تقوى الله وطاعة الله ورسوله وتوحيد الله والإيمان واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإعداد. العدة تقوى الله وطاعته واتباع رسوله والانقياد لشرعه. ثم الركن السادس القدر، الإيمان بالقدر، أن تؤمن بأقدار الله وأن الله علم الأشياء كلها وقدرها سبحانه، إنا كل شيء خلقناه بقدر، ألم تعلم أن الله يعلم السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. تؤمن بقدر وأن الله قدر الأشياء وعلم من الناس عاملون، علم أهل الجنة وأهل النار. فاحذر يا أخي التساهل، واحذر الإعراض والغفلة، واستحضر وقوفك بين يدي الله وأنت ملاقي ربك. قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أنت ملاقي ربك، فاستعد لهذا اللقاء، استعد لهذا اللقاء بتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، وتذكر قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وتذكر أنك ملاقي ربك وأنك مجازا بعملك،
إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فلا تغفل ولا تتبع الهوى ولا تطع الشيطان. احرص أن تكون من القليل الناجين واحذر أن تكون من الكثير الهالكين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لابد من جد ونشاط وصدق وصبر ومصابرة وضراعة إلى الله، تضرع إلى الله وتسأله أن يعينك وأن يمنحك التوفيق وأن يهدك صراطه مستقيم. أنت في أشد الضرورة إلى ربك، ليس الأمر بيدك، إن الأمر بيد الله. قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية هداية التوفيق وقبول الحق، هذه بيد الله عز وجل، ليس بيد أحد من الناس. أما البلاغ والبيان هذه بيد الرسل وأتباعهم. الهداية معنى البلاغ والبيان، هذه بيد الرسل وأتباعهم. الرسل هم الهدى إلى صراط الله المستقيم. قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يعني تدل وترشد الناس. وهكذا العلماء والدعاء يرشدون ويهدون إلى صراط المستقيم بالبلاغ بالبيان والدعوة والإرشاد. أما الهداية بمعنى التوفيق والرضا بالحق وقبوله، هذه بيد الله سبحانه. والذي يهدي من يشاء ويوفق من يشاء. فاضرع إلى الله دائما واسأله يهديك صراطه مستقيم، وأن يعينك على ذكره وشكره وحسن عباده، وأن يمنحك التوفيق لكل ما يرضيه، وأن يعينك من شر نفسك وهواك وشيطانك. هو الذي يهدي من يشاء، بيده الهداية بيده التوفيق، فاضرع إليه دائما واسأله دائما في جميع الأوقات، وفي سجودك وفي آخر الصلاة وفي جوف الليل وفي آخر الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء، فالدعاء في السجود يرجى قبوله. فينبغي لك يا عبد الله أن تجتهد في الدعاء في سجودك. وقال لما علمه التحيات عليه الصلاة والسلام، قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وقال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. ينزل نزولا يليق بجلاله، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، نزول لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. كما أنه استوى العرش استواء يليق بجلاله، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته. قال تعالى: الرحمن والعرش استوى، فهو سبحانه فوق العرش، وعلمه في كل مكان، وينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة كما يشاء حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي اللفظ الآخر: هل من داع فيستجاب له، هل من تائب فيتاب عليه، هل من سائل فيعطى سؤله، حتى ينفجر الفجر. فاضرع إلى الله يا أخي في هذه الأوقات، اضرع إلى ربك واسأله من فضله في سجودك وفي جوف الليل وفي آخر الليل وفي آخر الصلاة. اضرع إلى الله واسأله التوفيق والهداية، واسأله أن يعلمك ما ينفعك، وأن يعينك من شر شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء، وأن يثبتك على الحق والإيمان. اضرع إلى الله دائما. أقرب العبد من ربه وسأله أكثر الدعاء، فاجتهدوا في الدعاء. والله يقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني. ويقول سبحانه: أدعوني أستجب لكم. فأنت مأمور بالدعاء وموعود بالإجابة، فأحسن ظنك بربك واضرع إليه دائما في كل وقت، في بيتك وفي الطريق وفي المسجد في الصلاة في غير ذلك، وتحرى أوقات الإجابة لعلك تجاب، لعله يستجاب لك، كوقت السجود في آخر الليل، في جوف الليل، في آخر الصلاة، في آخر ساعة من يوم الجمعة وأنت تنتظر الصلاة، وقت جلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة. كل هذه من أوقات الإجابة، فأنت تتحرى وتلتمس أوقات الإجابة، وفي كل وقت تدعو ربك في كل وقت، ترجوه وحسن الظن به سبحانه وتعالى. لا تمل الدعاء مع الجد، مع طاعة الله، مع المسارعة إلى مراضيه، مع الحذر من مساخطه جل وعلا. هذا هو الواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس، من الرجال والنساء. الواجب على الجميع الاستقامة على طاعة الله
الاستقامة على أداء ما وجب الله وعلى ترك ما حرم الله والحذر مما يغضب الله عز وجل. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ثبتوا على الحق حتى الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا جزاء أهل الاستقامة، أهل الثبات على الحق، قالوا وعملوا، بخلاف من يقول ولا يعمل، قد ذمهم الله وتوعدهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول سبحانه: أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا خطر عظيم، فالواجب على العاقل على المكلف على كل رجل وامرأة على الجميع على الرجال والنساء على الجن والإنس الصدق في القول والعمل، الصدق في القول والعمل والثبات على الحق والاستقامة عليه حتى الموت. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن سبحانه. كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوالهم في كل مكان، نسأل الله أن يصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. كما نسأله سبحانه يوفق ولاة أمننا في هذه الملكة لكل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يكثر أعوانهم الخير، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.